اخر خبر الحقيقه حبينا نقفل بخبر لطيف. النهارده في مطار القاهره وصلت سيده امريكيه اسمها جلوريا فيتال. هذه سيده مريضه مصابه بمرض عضال، والحقيقه ان كان حلمها يا سيده بسيطه، كان حلمها طول عمرها انها تيجي مصر. ولادها كانوا بيشتغلوا اوفر تايم ويبيعوا سندوتشات ويبيعوا حاجات علشان يحاولوا يجمعوا فلوس علشان يجوا مصر يزوروها. يعني قصة إنسانية نشرت في أحد الصحف الأجنبية، وابتدى ناس كتيرة وأجهزة كتيرة جدا تدور على هذه السيدة، واستقبلها النهاردة رئيس التنشيط السياحي وأيضا هيئة تنشيط السياحة، واستقبلها أيضا مجموعة من شباب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ومعي على الهاتف الطيار محمد الصعيدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كابتن صعيدي مساء الخير، يعني احكي لي عن الست دي وانتوا وصلتوا لها ازاي، ايه القصه بالظبط؟ مساء الخير يا استاذه لميس، كل عام وحضرتك بخير. الاستاذه جلوريا وعائلتها اللي هي مكونه من داستن وزوجها توني، داستن ابنها. داستن في الحقيقه لما والدته في خريف العمر وكان عندها امنيه ان هي تزور مصر. داستن بالمناسبه مدرس تاريخ، فبسبب ان هو مدرس تاريخ فهو واضح ان هو كان بيعشق الحضاره المصريه وبيتكلم عنها كتير في المنزل، فبالتالي والدته جلوريا حبت تزور مصر وكانت دي واحده من امانيها. فبدا داستن يبدا يعمل زي وجبات واكل ستريت فود، ويبدا يبيعه هو والاسره علشان يعرف يجمع الميزانيه ان هو يسافر هو والاسره الى مصر تلبيه لرغبه جلوريا. احنا عرفنا طبعا القصه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالذات ان هي وصلت لايف كتير بعد هايب، كان عليها هايب كبير جدا بعد ما نشرت في الصحف. صح. بعد كده حاولنا طبعا من جانبنا نبدا نساعدهم، بدانا نتواصل معاهم وبدانا ننظم لهم الرحله من اول الكاونتر على في المطار نيويورك جي اف كي، ولحد وصولا لحد مطار القاهره وتسهيل الاجراءات بالتعاون مع وزاره الطيران المدني ومصر الطيران، واحنا شاكرين جدا ليهم ولمساعدتهم لينا. وصولا بالاوتيل وتسكينهم، والنهارده هم حضروا عرض الصوت والضوء وهم في منتهى السعاده. يعني احنا بنساعدهم بس ولا قدمنا لهم مساعدات، يعني حاجات ببلاش وكده؟ يعني هل احنا مستضيفينهم ولا هم جايين على حسابهم بسياده الطيار؟ يا فندم مش كاتبك ولا حاجه، جلسه ترى حاجه. هو بالفعل احنا طبعا قدمنا حاجات، بس الحاجات دي اتقدمت من ان فعلا المجموعه يعني من شركه السياحه ومن الاوتيل اللي قدم تخفيضات، لان الحاله الانسانيه نفسها حركت مشاعرنا طبعا كلنا، وحب السيده لمصر حرك مشاعرنا اكتر، بقينا حاسين ان جلوريا مصريه زينا واحنا بنحقق لها واحدة من أملها. فإحنا كل الناس ساعدت من المنطلق ده، إن إحنا كله ساعد من في منطلق استقبالها. منطلق استقبالها وتلبية رغباتها. أكيد مشاعر جميلة جدا، وبشكرك الطيار محمد الصعيدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أحلام ناس كتيرة جدا إنها تيجي مصر، إحنا عايشين عشان إحنا عايشين فيها، يمكن مش حاسين بالموضوع ده، بس في ناس بتحوش فلوس، وفكرة إنها تو كم تو إيجيبت دي وتشوف الهرم وكده بيبقى حلم، حتى لو كان آخر حلم في الحياة. شفتوا بقى إحنا عايشين فين؟ عايشين في أجمل بلد في الدنيا.